فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كفل الإنسان يتيما منذ صغره وأوصى له بمال يعادل نصيب إرث أحد أبنائه، إذا كفل الإنسان يتيما منذ صغره ثم أوصى له بمال يعادل نصيب إرث أحد أبنائه الذكور، فهل الوصية صحيحة؟ نعم، إذا كانت بالثلث فما دون له أن يوصي بالثلث، له أن يوصي بالثلث فما دون الثلث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.